هذه القوة التي يجب أن يكون الإنسان عليها فيما يتعلق بأمر الدين، في ماذا ينبغي أن تكون؟ حقيقة الأمر أن هنالك ثلاثة مجالات واسعة لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون قويا فيها فيما يتعلق بالتعامل مع دينه. أولها أن يكون قويا في تلقيه، وثانيها أن يكون قويا في تطبيقه، وثالثها أن يكون قويا في الثبات عليه. الجانب الثالث هو جانب الثبات على الدين، هذا جانب أيضا يحتاج إلى القوة. نعم، هذا الجانب يحتاج إلى القوة، كما كان قويا في التلقي ثم كان قويا في التطبيق، لا بد أن يكون قويا في الثبات على التطبيق. كثيرون هم أولئك الذين قد يتلقون، وكثيرون هم أولئك الذين قد يطبقون، ولكن ليس كل مطبق موفق للثبات على تطبيقه لأحكام الدين، بل قد تعتريه الكثير من الأحوال التي ربما تثبطه عن الثبات. يطبق ليوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وبعد ذلك يضعف أمام هوى النفس لإهماله في العناية بالترقي بنفسه، أو يضعف أمام تقلبات الزمان وتغيرات الأحوال، ولا تكون لديه من الأمور المعينة والمثبتة ما يحفظه أمام هذه التقلبات. قد يتقلب الإنسان في أحوال كثيرة في حياته، يتقلب من ضعف إلى قوة، أو من غنى إلى فقر، أو من صحة إلى مرض، أو من بساطة إلى علو ورفعة، أو غير ذلك من الأحوال، العوارض التي قد تعرض للإنسان. هذه الأحوال يحتاج الإنسان إلى قوة كما قلت في إعانة نفسه على الثبات على الخير، وذلك حينما يعلم بأن أمر الدين هذا يتعلق بذاته، ما لأحد دخل فيه، عبادته هذا يتعلق بعلاقته بربه، ليس لأحد دخل فيه. الدنيا للناس ما شاءوا منها، لكن أمر ديني هذا شيء يخصني، ليس لأحد دخل فيه. امتلك عمل يدي بأجرة كانت بيني أو عقد كانت بيني وبينه، ولكنه لا يمتلك قلبي، لا يمتلك روحي، لا يمتلك عبادتي، لا يمتلك ديني. هذا الأمر أمر يتعلق بي أنا، ليس لأحد دخل فيه ولا تحكم فيه. لكن متى يشعر الإنسان بهذا الشعور؟ حينما يكون قوياً في الثبات.